أخبار اليوم. مسلسل ظرف أسود مسلسل مليان تشويق وإثارة ومتعة لأنه حقيقي مسلسل شيق جدا، ومن أول حلقة بيشدك، من أول مشهد بتبقى عايز تعرف إيه اللي بيحصل، تفاصيل كتير، أحداث كتير، خطوط كتير، شخصيات كتير، وكلها كل شوية بتتفتح لك حاجة. يعني طول ما أنت ماشي تكتشف إنه ده ليه علاقة بده، أو وده إيه ده ممكن يكون السبب في ده، وطول ما أنت بتتفرج بتفكر إيه اللي حصل، هو إيه ده، ترجع تفتكر حاجات تانية ويجيلك فلاش باكس تشوفها بشكل تاني خالص غير اللي انت كنت شايفها بيه من اول مرة. فهو على طول بيخليك تفكر، على طول بيخليك مشدود قاعد، مش يعني عايز تعرف كل اللي انا عارفاه ان انا جوزي اتقتل وبنتي اتيتمت وحياتي باظت بسبب ابن الكلب. انا شخصيتي انجي، زوجة وام لبنت صغيرة بتشتغل مذيعة في الراديو، فجأة بتكتشف صدمة عن جوزها، فجأة جوزها بيتقتل، ودي كانت الصدمة التانية. بتقرر تهاجر وتسيب البلد. بعد كده بتقابل يوسف، قصة حب لطيفة جدا ورومانسية في وسط كل العك اللي بيحصل في المسلسل ده، إلى أن بتاخد الصدمة الثالثة. بقاء لله. وليد ما انتحرش، أنا عارفة أنا بقولك إيه، الراجل ده طبعا عمرو انا اشتغلت معاه قبل كده وبستمتع بالشغل معاه، الكواليس معاه لطيفه ومريحه وهاديه وبروفيشنال جدا وفي تركيز. دورة انا برضو اشتغلت معاها في لحظات حرجه، بس في العملين في لحظات حرجه وهنا ما جمعتنيش بيها مشاهد كتير، يمكن هنا بس مشهد واحد، وبرضو حتى في لحظات حرجه يمكن كانوا مشهد او اثنين او ثلاثه بالكتير، فللاسف ما بشوفش دورة كتير. مشاهدي كلها بتكون يا إما مع عمرو، يا إما مع مامتي وبابايا، يا إما مع أستاذ إسماعيل شرف اللي قايم بدور المحقق، أو لوحدي أو مع بنتي.